كل الكورن فليكس اللي بالسوبر ماركت، واليوم رح نجرب اكبر كمية كورن فليكس بحياتنا بالعالم. طبعا رولا والبنات دائما بيبدعونا بفيديوهاتهم الجميله والجذابه، تجارب ما بعرف منين تخطر لهم. كورن فليكس السبب، نحن كل مره بنروح فيها على السوبر ماركت وبجيب لي اشتري كورن فليكس بنشتري الشيء المعتادين عليه، فهذا الفيديو فرصه حتى نجرب كل شيء. وباخر الفيديو رح نقول لكم شو اطيب كورن فليكس موجود بالعالم. لانه رح نجرب كل شيء. اول مره مثلا بشوف انه كورن فليكس الباربي، وانه كيت كات عندها كورن فليكس ولايون واوريو، ويعني كل الشركات عامله خطه الخاص من الكورن فليكس، فاليوم حنجربهم كلهم. واذا حابين دائما نعمل لكم هيك فيديوهات تجارب، لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه وتابعونا على سناب شات حتى تشوفوا كل يومياتنا. ويلا خلونا نبلش. خلينا نتبع طريقتنا المعتاده، كل واحد رح يختار الكورن فليكس اللي رح يعجبه اكثر شيء هو يذوقه اول. هاي واليوم مين رح يختار اول شيء؟ بيرلا. يلا تفضلي. يلا نقي. هاي يونيكورن. واضح. يلا نقي انتي وحده، اي وحده بدك تجربي؟ الباربي. بس اول شيء حنجرب اليونيكورن بعد الباربي، اوكي؟ يلا ليتس جو. ليتس جو. هدول اليونيكورن والباربي في لهم فكره، في لهم العاب، شوفهم في العاب، وهي تبع الباربي في لها ملابس ورسمات. كيف هيك؟ يعني ما هو مجرد كورن فليكس عادي. عليها يونيكورن كثير كثير حلوه اللي عليها يونيكورن. طيبين رح تدوقها اول شيء صح؟ بالشوكليت. والله ما انتبهت انه بالشوكليت، فكرت دوائر. والله ولا انا خبر لي، قلت يطلع ملون. سؤال مصيري، شو؟ حدد شخصيتكم، انتم من جماعه اللي بيحطوا كورن فليكس اول ولا حليب اول؟ هذا الشيء بيدل على شيء كثير خطير بشخصيتكم. انا شو بحط اول؟ حطهم مع بعض، حطهم مع بعض. اللي بحط حليب اول هو شخص غريب الاطوار. اوه تصريح خطير منك. طيب اكتبوا لنا انتم بتسخنوا الكورن فليكس ولا بتاكلوه بارد؟ اللي ما بيسخن الكورن فليكس هو شخص ما بيعرف ياكل اكل طيب. لا والله انت ما بتعرف. لا والله انت دوما بارد. الحليب الدافي بخرب الكرنشي، بصير ما بقى بيقرش. ايه ما بدنا اياه يقرش، بدنا اياه هيك ينبلع. لا هيك. ما تردوا على حسام، اذا انتم مثل حسام انتم غريبين الاطوار. يلا سخنيه يلا بسرعه. لا ما حسخنه. يعني شو الفرق اذا حطينا حليب ميلك اول؟ شو فرق انه شو بالمعده كله حيختلط؟ لا فرق انه هلا حطيت كميه مناسبه. آه. اذا كان الحليب اول بجوز تحطوا كثير كورن فليكس وما يكون ما يزبطوا. اي معلقه بدك؟ بينك. يلا اول شيء حتذوقوا بيرلا لانه هذا اليونيكورن الها. ذوقي لنا اياه. قديش تعطيه من 10؟ 2. يعني 10 من 10. يعني 10 من 10. ختمتها. طيب هلا دور ميلا تذوق لنا اياه. كورن فليكس اليونيكورن. من ساعة تفكر. كيف؟ طيبة، قديش تعطيها من 10؟ أنا رح أجرب كورن فليكس اليونيكورن وأعطيكم رأيي، يلا بسم الله. سمعان صوت الكرنشي حسام؟ شو عم يقول؟ سمعان. بهي الطريقة مستحيل يخرب الكورن فليكس، للأمانة كثير كثير طيب وما خيب لي أمالي. قديش تعطيه؟ بعطيه 8 من 10. الله حسام وهو عم ياكل كورن فليكس. الله عليك. تخيلي اوعى تشتري. كثير لابق مع الستايلك. انا بحب الموز اللي ما بحب الكورن فليكس كثير، بس خلينا نشوف. طيب صح؟ طيب ومانه حلو كثير، بتحسه صحي. قديش تعطيه؟ 7 من 10. اوه شفت علامته حلوه. اللي بعده. اللي بعده كورن فليكس الباربي. هاي طلعت مثل لعبه بتلونوا فيها لبس الباربي وبعدها بتلزقوه فوقها وبتلبسوه على كيفك. فكره كثير حلوه للبنات. جاهزين؟ تنترررا. اوه هذا المفضل عندنا. بتاكل حاله هيك. ايه. هلا مع وقت الباربي، تفضلي ذوقي لنا الباربي. الله كانه اكلت وليمه والله. جيبي محارم جيبي. جاهزه. يامي يامي. قديش بتعطيها من 10؟ 5. يعني علامه الكامله. يلا هلا دور بير لحد لنا اياها. اليوم ضيعتوا كل شيء 10 من 10، هون ارضهم وملعبهم. ايه هن كثير بيحبوا الكورن فليكس. هلا بير لا طلع لك كل الالوان، اوكي؟ في سعاده غامره. في سعاده شكلها. 2. اصلا هذا كورن فليكس الباربي انت شو خصك فيها؟ والله لازم ما ادوقه، عيب عليك. طعمته فواكه، تخيلوا. تمزحي. والله كثير طيبه ولا شوي؟ خروت طيبه. اللي لونه وردي طعمته مثل الفراوله والبنفسجي مثل الفواكه، يعني كله طعمات فواكه. بعطيها
7 من 10. وهلا حسام رح يعطينا رأيه بكورن فليكس بهذا الشيء. ليش دائما عم تمسكيني الكرتونة إلي؟ ما بعرف. اه شوفوني وأنا عم باكل بعد. أنا بقول إنك رح تحبه. طيب صح؟ حلو وطيب فواكه 9 من 10. ممكن اكله انا ممكن ادخل على السوبر ماركت واطلب باربي. تخيل قال داخل بشتري معك بايدك. جايبكم مين خير. عندك اولاد مشان تتحدث باخذ معي لبنتي. هذا اختيار ميلا، ميلا حبته كثير. وهلا دور ماما. ماما في واحد عيني عليه من لما بلشنا. يا رب مو اللي ببالي، يا رب مو اللي ببالي، يا رب يا هاد مو اللي ببالي. هاد شوفوا محشي بالشوكولا، هاي اول مره بحياتي رح جرب كورن فليكس محشي شوكولا. شلون يعني؟ هاي ماركه شوكولا معروفه يعني انا بحبها، فهلا حنشوف اذا الكورن فليكس تبعها طيب او لا. بالعاده بالسوبر ماركت بجيب الكورن فليكس يكون صحي قدر الامكان، ما بحب اجيب شيء محشي شوكولا، بس هلا لانه عم نجرب اشياء جديده عن جد فرصه نشوف اذا عم جد طيب ولا لا. ريحتها طيبه، ريحتها اكلت حلو والله، كانه فتحت قطعه شوكولا. واو يعني واو شوقتينا. واو لا لا بدي ذوقها من قبل ما احط حليب. والله شوكولا والله طيبه جد طيبه. بس يعني شوفوا لقيتكم شيء فيكم صنفوها اكلت حلو اكثر من انه فطور. يلا هلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا 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 يلا. هذا الفيديو اللي من زمان عمليه، لا بقى تجيبي اكلات كوريه وصينيه وما بعرف شو. انت بس شيء فيه حلو بتفرح. ايه يا سلام عليك. خطير شكله والله خطير. رهيب رولا دابي كثير طيب. بس رح لكم ملاحظه انه فيكم تاكلوه كتحلايه مو كفطور، لانه كثير حلو كفطور بيروحكم بدهيه. كثير سعرات حراريه من عند الصبح. وبعطيه 8 من 10. اي ما عم تعطي علامات عاليه اليوم لنشوف. لا لسه ما لقيت الشيء اللي رح اكل منه كل يوم. خطير خطير يا جماعة والله خطير. أكلت حلويات طيبة جو لحسام، هو بيحب الكورن فليكس الحلو. 10 من 10. كانت أول كورن فليكس بعطيه 10 من 10 طبعا. وهلا ما بين لا طولي بالك طولي بالك أول شيء هي هزت الراس تبع إنه أوكي تمام. لايك قديش تعطيها؟ 2 هي ملكة الحلويات طالعة لأبوها. 7 5 طيب ميلا هاي ولا الباربي مين اطيب؟ هاي طبعا. او ماي جاد. وهلا دور حسام يختار لنا. اختار اوريو. واو والله ما توقعتها منك، انا توقعت تختار هاي. خطيره شوفوا لونها ابيض. هاي سنة هاي سنة. انا رح اجلط رولا واحط حليب اول. لا شو رايك تسخنه كمان؟ وقت يسخنه. او ماي جاد والله بيها كيفي هلا. اوكي شوفي رولا هيك احلى بتشوفي الحليب. انا عم بنجلط حاليا، هذا المنظر بيوترني الحليب اول. او ماي جاد اوه والله حلو. شوفوا هدول اي في شوكولا بيضا؟ ايه شوفوا شوكولا عندي. شلون؟ اوريو بالله والله اوريو. كتبوا لنا مين بيحب الاوريو. او ماي حسام دمرتني دمرتني. ما سخنت العادة. يلا يا سخنة. تبطل تقرا شهاب تبطل تقرا. هلا شوف شو رح تطلع اطيب. والله اطيب سخين. دمرتنا انت دمرتنا. حليب اصلا اطيب سخن. انا اللي رح تروح علي لانه انا ما بحبها سخنة ابدا. يعني على الاقل اذا بدك حل سخني بس الحليب وضيفي كورن فليكس، يعني اذا ما بدك ايه انت هلا ما ما بصير تحط الكورن. انا هيك اسلوبي. خلطهم هيك شوي واجي يتفرجوا شلون انت عم تخبص. يا الله بسم الله. اوكي طيبة بس يعني توقعت احسن من هيك. شو السيء فيها يعني؟ وحسيت حالي عم باكل اوريو ما وظبط مع كورن فليكس، يعني التركيبة مو ظابطة. يعني قديش بتعطيها من 10؟ 6 علامة قليلة. يلا دور بيلا. شلون لايكين شوف؟ حبيته. اكيد ما حيقول على ولا واحد مو طيب. يامي يامي. شو قد تعطيها؟ 10 10. انا رح قيم الحليب السخن والحليب يلي نحط قبل الكورن فليكس، هذا كله هلا رح يتقيم. اول شيء حبيت الحليب السخن. انا بالعاده ما بحب منعش منعش. ثاني شيء ما كثير طيبه لانه فعلا نكهه الاوريو كثير قويه كانكم عم تاكلوا بسكوتة اوريو بالحليب. 5 من 10 وما رح ارجع اشتريها مره ثانيه. برافو عليك. وهلا دور يلا هي جبناها لهون لتشوف. يلا هون نقيت لون صغار. شو هي؟ ورجينا شو مرسوم عليها؟ او شكلها مثل البوب كورن. عجبتها شكلها. كانجرو. كانجرو. حسام اظن هي كميتها لصحن واحد هيك اتوقع. ايه هي هلا بنجربها. اوه صحن.
هزي راسها. هاي الهزة هاي ما بتمطلع. هاي الهزة يعني انه اوكي. يعني استمروا. بقينا يا هارولا. طب انا رح دوق. هاي خلنا ما حطها بالحليب لانه مو حزانة اصلا. بنكهة شو هو ماسك بايده جوز؟ تذكرت ايام طفولتي حسام، هي كنا نجيبها وقت كنا صغار. بتنفع كفطور وصحية، بعطيها 9/10. اوه على العلامة. والله احلى اختيار اختيار. كمان. كمان. طيبة؟ طيبة. ما توقعت تكون ماي حلوة يعني، بس هي فيها حلاوة بسيطة. 9/10. اوه والله انا وانت متفقين هالتحدي. هلا دور مين؟ انا. في شي حاطة عين عليك. ليش لقيتيها؟ طيبة كثير كمان ميلك. انا ما عملت. اللي ما بيعرف يا جماعة التشوروس هي اكلة حلويات مشهورة هون بهولندا، بيبيعوها بالبركات بكل مكان، فنحن كثير بنحبها وبتجي مع سكر وقرفة. فوقت شفت بالسوبر ماركت انه في كورن فليكس مثلها، لا لازم. اول شيء انتوا شوفوا العلبة قديش كيوت، حاطين عليها هيك شخصيات، وهون من ورا عن جد تحسوها كثير حلوه للاطفال. والله الشكل ما بيحمس انا بالنسبه لي. ريحه قرفه، ريحه قويه. يلا ذوقي واحده. تسايبه؟ ويلا شو رايك؟ هي بس عم توزع. يلا احلى فجر. اوكي يا جماعه شوي قاسيه مثل ما توقعت، فهلا حنشوف مع حليب. سخنية سخنية. 10 ثواني. 20. طب هيك ما بنحكم عليها صح اذا سخناها؟ ليش يعني؟ شو حدا قال لك تغير الطعمة؟ لا بس 10 ثواني حطيتها. شوف. او ماي جاد. لما بسم الله. بسم الله. شاطرة. تيا ولا تركة كمان؟ ايه. يلا بسم الله قيمة. مع الحليب 100/100. والتسخين. متصل. كانت قاسية لحالها بس مع الحليب كتير طيبة. بعطيها 9/10. واو. أظن حسام رح يعطيها 10/10 لأنه حسام بيحب كتير السكر والقرفة. وين العلبة هاي؟ خبي لي اياها هي. والله علبة خبي لي اياها هي. بتجنن. هات كورن فليكس اللي عم بدور عليه من زمان. حذر شو بتشبه الجريب اللي مع سكر وقرفة اللي بنعمله. اعطيه 10/10. او مثل ما توقعت. طبعا. دور بيلاتو. فيها ميلك. يا صار فيها ميلك. طيبة؟ كمان كمان. امي قديش تعطيها؟ 2. كله طيبة. والله كله طيبة. معكم كله طيبة. اليوم الفيديو استمتاع بالنسبة لنا لأول مرة في التاريخ. بس الفيديوهات اللي جاي انتظروا تجربة خطيرة. اوه. هلا دور ماما. عارفان شو حتختار؟ لا مانك عارفان. تفضلي نقي. رح نقي الكوكيز. او ماي جاد ما توقعتها منك. كورن فليكس الكوكيز. كثير عندي فضول اعرف كيف عاملين كورن فليكس الكوكيز. شوفوا شكلها مبين كانه عن جد بسكوتات. واو شوفوا الابداع. والله شكلها كوكيز حسام. والله بتجنن. بسم الله. طيبة كثير. طيبة توقعتها تكون حلوة كثير بس ما كثير حلوة، فلذلك اطيب. انا ما بحب الكورن فليكس يكون كثير حلو. هي مو حلوة ولا مرة ومو قاسية. يلا هلا حندوقها مع الحليب. هذا لا تعتمده ولا شكله لا تعتمده. رح اعطيها 9/10. واو. على فكره هلا ما اعطيت شيء 10/10. لا لسه ما في شيء هيك المثالي يعني، بس هاي اطيب من هذيك المحشيه شوكولا. والله؟ لانه هاي بتحسها صحيه وبتحسها فطور. هلا دور. سخنه. لا 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 هاي انا اللي اخترتها، انت سخنتها بعيتك. شوفوا اللي حواليك عم ينتظروا دورهم. كثير كثير ممتازه لانه صحيه عن جد، بتحسوها هيك خفيفه وصحيه وحلوه. طيبه طيبه. ما شاء الله انا ما شفت شيء ما حبوه هن. هلا دور بيرلا. شكلها هاي؟ لا لا هي الي. لا نسيت. حركتها المشهورة. باي. هلا دور بابا. يا سلام. ضلت لي هاي، كنت حاختار. وفي هاي لسه؟ لا بدي هاي. اوكي. كيت كات. اوكي حسام وصل لسه يحط الحليب اول. شوفوا هلا العصبيه. كتبوا لنا بالتعليقات مين من فريق حسام ومين من فريقي. هيك منظر الحليب بشهي اكثر. الله عليك. شفت والله عرفت. شفت ليش ما لازم نحط الحليب اول؟ شفت والله يا الله ورجاك بالدليل. هلا عرفت شلون مستوحين شكله الكيت كات، لانه بتجي ثلاث اربع الواح. اربع الواح وهي نفس الفكره. ريحه شوكولا.
قلتش تنطر قشط الدمعة بطرطش الدمعة. وهلأ شو؟ عالمايكروويف. اوه ماي جاد. هلأ حسام رح يذوق كورن فليكس الكيت كات. شو نتشت شو؟ طيب هذا أطيب من أوريو بكتير بس كمان ما بيعطوا 10. ليش؟ لأنه مو ضابط هاي الطعمات مع كورن فليكس. بتحسه شوكولا صح؟ ايه بتحس عباكة شوكولا مع حليب. نزل التقييم الخمسة. قديش عطيته؟ 5. 8 أول مرة هلأ 5. ليش 5؟ ما حبيته يا أخي ما حبيته. هلأ دوقي هون خذ. طيب رأينا مثل بعض. ما طيب ابدا وما برجع بشتري مرة ثانية. ما تشتروا يا جماعة هاد الاوريو والكتكات خدع. ما تحسوا كورن فليكس ولا تحسوا شوكولا ويعني ايه ضايع بين البينين وما طيب ما حبيت انا. كل شي يا ماما يا كل شي حبوه كل شي حبوه. طيبة اخنيت. طيبة. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين صار في هون مختبر للكورن فليكس. هدول مو كلهم في كم صحن خلصناهم. بس هدول طبعا هلا كلهم حناكلهم ما في مشكلة. طبعا اخر واحد من هدول الكبار ما جربناه واللي هو هاد نكهة اللبن والفراولة وهيك قصص. اوه ريحته فراولة اول ما شموه. هو لعندي لعندي ريحته فراولة كتير قوية. طعمته فراولة وعليه سكر بس حسيته كتير طيب لانه بينفع لفطور. بس حلو؟ طعمته حلوة بس مو هاي الحلاوة تبع انه حلويات حلو. آه. كأنه فطور حلو. والله رهيب ورائع وبعطيه 9 من 10. واو تصريح خطير منك. تطالع من تحت مشان ما يتكسر اسناني. طيب صح؟ خطير والله. عم نتفق انا وانت بهالفيديو. حلويات هاد 10 من 10. واو الثالثة. اوه انت كثير عم بتوزع عشرات العادة. بدي عم بوزع عشرات. الله مين عم بصور يا جماعة هاي الكاميرا تبع ميلا وبيرلا اذا شي يوم نفتح لكم اياها رح تلاقوا فيها فضايح الفضايح يعني. والله فيها فضايح طلع كل الوقت عم ماسكينا وعم بيصوروا. اذا حابين شي يوم بنفتح الكرت الذاكرة تبعها وبنشوف شو مصورين ميلا وبيرلا. يس وفي على ايباد ميلا كمان اشياء وذكريات. والله وصلنا الفيديو 50,000 لايك وراح نفتح الكاميرا السرية والفضايح كلها كاميرا الباباراتزي هاي. يلا هلا دور ميلا وبيرلا بما انه هدول الصغار ما جربناهم لهلا فراح نخلي ميلا وبيرلا ينقوا منهم شيء لانه ما حنجربهم كلهم كتار. ايه حنجرب وحده اكثر وحده بتعجبهم حتى ندوقها. نقيت الاب. لا 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 بلا بلا شوكولا ما بدي. اوه يلا وهلا ميلا راح تختار وحده. نقي وحده من هدول. اوه بير هاي فليكس فليكس هاي. اوه شكله صحي. جيبع كورن فليكس الاصلي يعني ما في نكهات ما في شيء. كورن فليكس الاصلي. هلا صار وقت كل واحد يقول شو الكورن فليكس المفضل عنده من هدول الغريبين كلهم اللي جربناهم. رولا انت احكي لنا اول شيء شو حبيتي اكثر شيء اليوم. حبيت اكثر شيء هاد. اوه حقك والله صحي وطيب وحلو ولذيذ وكل شيء. انا حبيت كل شيء. حبيت الباربي. لا عم بمزح بمزح طولو. حبيت التشوس. اه والله توقعت هاد من بكره حيخلص. هي اكلتك المفضله. شوفوا شوفوا عم تفرجي ميلا لأمها شو مصوره اشياء اليوم. احنا طلعنا انا وياها جبنا اغراض ومصوره كثير شغله. صوره دكتورتها كان عندها موعد. صوره الدكتوره. صوره حاله سيلفي. ميلا نقي شو اكثر شيء حبيتيه اليوم من هدول. او نقيت مثله. او نقيت مثلي والله. والله تشارس تصبيطات كثير. بيرلا شو اكثر شيء حبيتي من هدول؟ هاي كوكيز. اوه حبيت الكوكيز. والله توقعت قلدنا او هيك. اوكي يا جماعه هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوه. انتصروا تجارب كثير حلوه اليوم. تجارب كانت لذيذه وطيبه بس اللي جاي تجارب ما حتتوقعوا. في طلبيه هلا عملتها اول ما اتصل رح صور لكم اياها. وحطوا لنا لايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناه. تابعوني على سناب شات حتى تشوفوا يومياتنا. وهلا صار لازم نودعكم ونقلكم بخير. باي.